أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، حصتكم اليومية راب نيوز راها بدات. وهبدات واجينا كيما كل يوم، نشرة الراب يقدمها لكم مخفي كنكم. قطاع الصحة والمستشفيات، أو بالأحرى قطاع الخردة والنفايات، غادي نحكو على الطبة والفراملة، على الإدارة والإمالات حلقة كاملة، على المشاكل والمبالغ والمراكز والمدارس اللي تكون الفرامل باش الدابز. شعبي باغي داوي والطبيب راس خاوي، كفابل في وسط بلوكوبيراتوار تلقى قط خلاوي. معاناة معها لا مبالات، والإدارة والوزارة تشخر في حالة سوبات. وين راه الحل؟ أنا ما على باليش، بالك السي بوسطيل على باله وما قاليش. على باليش وراه البروبلام اللي تسقسيه، يقول لك انا غير خدام. وراه الكنترول وين سويفي، قاع الطبا نصهم مسكيفي. باغي تخدم حط السيفي، باغي تداوي روح للبريفي. راسك راهي ساطر غدوة عاود، واللي هنا يا الراديو عاطل روح للبريفي. فوت هذا هو الحاضر أدي ولا خلي، باغي تداوي باطل قارع حتى تموت. راني مريض وراسي راهي ضر فيا، والممرضة راها تتكسل عليا. هاك لا ليست دير لي زاناليست، الطبيب عنده عرس والليلة نهار الخميس. قارع قارع غدوة عاود واللي قارع قارع ادي ولا خلي. بغي نكسم روحي زيدو صبرو شوية، الدكتور راه لهي وانا غير فرملية. اللي باغي يتقيا يروح للتواليت، باسكو لا فام دو ميناج عندها سيمانة ما جاتش. الو وي صافا، راني خدامة تعرفي الغاشي راه تقولي حمام شارك الدير قولي حمبوك. الشعب راه يموت وانت حلف امك في الفيسبوك. جابك ربي يعطيني ورقة ماصة، لا راك باغي تفوت عندي عيادة خاصة. هاك العنوان ارواح الحد عشية، انت كتر الحلة والباقي خليها عليا. كونك هاني راها فيك الحمى، هادي غير شقيقة عصب راسك بالمحرمة. مشي قاع بصح كاين شي طبة، خاطيهم التشخيص تقول قراو عند الطلبة. خلا دار بوكشا غادي تربح في الدنيا، هاد الميتي لازم منها الإنسانية. كاين طبيب تشوفها تريح، وكاين طبيب كي تشوفها جرحك يقيح. كاين وكاين كلشي راه باين، الحلال وبين والحرام وبين. كاين شي طبة يخدم محبة، كاين شي طبة يحوس غير سبا. كاين اللي بيه يعاون الغير، كاين اللي بيه دراهم والخير. كاين المليح يداوي بالبسمة، وكاين القبيح يكتلك بالغمة. وي عندك الصح في هاد النقطة، حتى الوين تا المريض يبقى واسطة. روح للبريفي دير التحاليل، وداك المسكين اللي ما عندهش القليل كي غادي يدير باش يداوي. شفناهم بلي زوردونونس في القهاوي يطلبوا، والشعب موسوس سيد مريض وهما يقولوا راهي فيس. صحة خلينا من هذا الشيء، غادي نحكوا على القضية تاع الديشي. لي باري ولي لام ولي بيلول، صوالح توكسيكي طاكو لي سيلول. نورمالمون عندهم بلاصة سبيسيال تلقاهم مقيوسين في الزنقة نورمال. دروك تاني حصل في المواطن اللي همها الوحيد هو باش يداوي باطل. احنا ما قلناش المواطن، درنا وين يداوي باطل. بصح المشكلة اللي يغبن هو البريفي، هو اللي فيه المشاكل كيما الديشي والمزابل. احنا عندنا في السبيطارات ديشي عنده ساشيات، عنده خدامين سبيسيال في هاد الحاجة. احنا اللي قال الوزارة تخدم خدمتها، توفر اللي باستطاعتها. كونا ممرضين وبنينا مستشفيات، يخدموا في النهار وليل خاطينا هاد الحكايات. يا خاطيكم شكون المسؤول؟ هاد الشي مرفوض ماشي مقبول. كارثة في المستشفيات، يديروا أخطاء تكلف وفيات. أيا وزيد شحال كاين من قصة. أعزائي نرجعوا للحصة، راب نيوز مع بدوفة بنقلال كيما العادة يكلم فينا من الدوار. وراها مريضان وين اللي راني قاسي، وراها مريضان وراها مريضان وراها مريضان وين اللي درني راسي، وراها مريضان جيبوا الممرضان. روت سبيطار لقيت الناس مطايشة، ريحة العار عار
كم هذا الغاشة كونسياج الزاكي في الليل يغموك بكاشة وراك صادم غادي نضربك بكبشة دولة دعمتهم ما قدكم قدات جيبوا ما جيبوكم عجبكم الرقات ماني فهم أنا يعيد من البلاد ناس تقدموا توما قتلتوا العباد كي راني عيان والكاس راه مليان جريت من الديسبونسير لطبيب الفارماسيان داك الشيريجيان تقول عليه مكاسيان بالي فنيان وهو لاعبها فنان ليه ليه هديروا لي هاكا انا مسكين ماني خاون بانكا ليه ليه هديروا لي هاكا يا مسكين ماني خاون بانكا ليه ليه هديروا لي هاكا ولا شقل بنسينا ميكون سياد العالم هذيك ليام الزينة من عنا الناس تتعلم في الطب والعلوم خرجنا الصيدلة داوينا السموم زير الصندلة ديه ديه ديونا هكا يا مسيحي مانا خوضي باركا ديه ديه ديونا هكا يا مسيحي مانا خوضي باركا حاجة ماشي فالاب حاجة ماشي ريقلو طبيب ولا يروح للقزانة باش تريقلو أعزائي المشاهدين هذا موضوع طويل مع مريم والحال مغيم دوك نعرفوا التفاصيل مرحبا بكم وش راكم شوية مع عدد جديد من النشرة الجوية نستهنوا الحصة بأحوال الطقس اليوم مرة سخنة مرة برد مرة شمس مرة غيوم في صباح البرد يكسر البس عشرة تريكوات وفي العشية سخنة لها بالفشار دير لونات أبقى البس وناحي حتى تمرض بالأغريب ووجه للسبيدار دي لعشان السنة طبيب شوفوا معايا الخريطة والصور بالعقل المستشفيات تاي متوفرة في الزير الكل كاين لي زوبيتو والمرضى ما يتحسبوش طايح اكتر من الواقف غير طبيب وما كانوش المعطيات تقول كاين اكتضاد كبير عادك ولو يرقدو كل عجرة في سرير نلاحظ انعدام في الادوية والاجهزة عاديك المريض اللي يجي دارهم يسجي والعزاء نلاحظ كذلك حالات انكروايابل قداه من مريض نسو في كرشو البورتابل قداه من مريض زراق مسكين فوق العطابل باسكو مسهيل الصحة في بلادو والآن في ركن قلبي وقلبك عند البوشي اللي عقله راه مبوشي واللي قلبه راه مبوشي تقدر تعبر ولا تقول ولا تبكي قاع لي سنتيمون لي فالكون فرخ ومرتاح الله يسهل سموك تجيبي لي كاشيات باغي نتقفل ولا نجبد قاع الدوسيات راني معول روحي جيبي صحاب الجيليات غادي نهبل ونولي شالي بالبوشيات الله يسهل سموك تجيبي لي كاشيات باغي نتقفل ولا نجبد قاع الدوسيات راني معول روحي جيبي صحاب الجيليات غادي نهبل ونولي شالي بالبوشيات سموك تجيبي لي الكاشي ولا نزقي ولا يم عليك الغاشي راني ملاشي راني نقارع فازي جيبي الكاشي ولا نوسخ لك الكازي ما تقولي لي ني حبيبيني عمريني والو تعرفي كي يحكمي المونك عينيا يحوالو ايا قولي خطيني من ديزولي باغي نطير لي بيل في عقلي كملولي علاش يا عمري لو كاني في قولي يغبنوني ومن الخدمة يطردوني هاد الخدمة راني ناكل بيها على بالك باللي عندي بنتي نخدم عليها تعرفني نبغيك على بيها تذكر فيا انا وليا وانت تسلطت عليا غادي تندم دوك نعيط لابوليس ونقولهم ما نعرفكش ونخدم لك خدمة دبليس الله يسهل سموك تجيبي لي كاشيات باغي نتقفل ولا نجبد قاع الدوسيات راني معول روحي جيبي صحاب الجيليات غادي نهبل ونولي شالي بالبوشيات الله يسهل سموك تجيبي لي كاشيات باغي نتقفل ولا نجبد قاع الدوسيات راني معول روحي جيبي صحاب الجيليات غادي نهبل ونولي شالي بالبوشيات من الحب والعشق ونخبطها على جالك عمري نروحوا للركن اللي نتفكر فيه صغري مع ذكورة ذكرى الأمورة ورسالة سلام لكل أطفال المعمورة السلام عليكم ذكرى تحييكم جيت وجبت معايا رسالة جديدة ليكم رسالة اليوم من عند صديقنا أناس يهدر بالنيابة على أطفال بالعباس حقنا في الصحة والأدوية سيبوا الراح باش الدوي لقت بكر عند السبعة تاع صباح واحد منا مقرود والآخر يسقسي شكون والطبيبة في البيرو قاعدة تحكي في التليفون غير ندخل عند الباب الأولى اللي سقلالي هي المنظفة توغ بركة متعفسلي قلالي المقبولين اللي كيفك وكيفي سكانير ما كاين 500,000 عند بريفي لا ما عجبكش الحال كاين لاجون سيكوريتي يجي عندك في الحال ويحوزك سون بيسي
بلوزي ومارة ثلسة في اللي قلت كان لوبيطال لا مورقاذة تتشارى ربع دقايق ما تعطل اشحال دامودين سلكي غي منع في الهلاك يتوانطل وين طرن اسكملا هذا استخدم غل طوطال في سيغنيت مارك توثا غا سبيسياليست في حلاك يطال شحال دفرم لي يفا غا تداوي غلي مالات موطال دوا مارك تيدفكا تسمى دارو فوقال داخل صرا شوي خدمة الزوالين غادي يغل البيستون يتحرك غل خدمة وتحوايج تجعل شفت تيربيس الحفيف ذكوري تاكا فوس اكنين تعمير تجيب انت كورال وبلوز خمسيني موطال طبيب طاجور ثي خطو ذي بوز ابوني وصبح ذكر الهموم ثي ثوين الموس وي السفري يتعقل وذي ثموسني كاني كخوص نكف نغتف لي زافر خدمة تنافيكر كلش ترون ديغ لي سيرفيس مو جيرا طاك فرق ذاك مش ولا ذي الشم رخصة عندي فغو غريغ مولاش دخان ذكي فاقصا موضين التتاويغ وردي دي فكرة ذكرها ديك سنت بروفيتيغ سفيتر وحدين اثقلفغ ديريكتور اثي صوتيغ والله لا ديقة الغاشي متحامرين في السرير تلقى زوج على رقدام متناوبين اكتضاد في المستشفيات تلقى الناس تقارع كيما ضغط المواطن جامي هابط ديما طالع بلوك اوبيراتوار كيما قلبي ديما مدود حالته ما تشكرش كي تشوفها تخاف تفوت انت اللي راك تشوف ما تحصلش في الظروف نروحوا للبروفيسور نديروا النقط في الحروف مخفي كنكوم شكرا على الحوار هذا القطع حساس بعد الشي اللي نقال بعد الشي اللي شفنا واللي نعيشه يوميا الصحة تعاني واحنا نعانو واقعيا وضع الاستقبال في المؤسسة الصحية توجيه والإرشاد نقطة سودة في القضية والنظافة اللي من أضعف الإيمان تبقى منعدمة متشرف المكان نعم صحيح نعرفه أنه القطع مجاني وأن الجزائر خير من شي بلدان تاني كل شخص في مكانه في إطار القانون منغطو الشمس بالغربة للقطع راه يموت نقص التجهيزات واقع ملحوظ حتى الطبيب نحس نعاونه في إطار محدود وهي التصرفات تبقى له بالموضوع وعلاش عاملة نظافة تهدر ما كان الدكتور علاش الناس مرمية في الأرض والحشرة تدور علاش خصنا ديما المعرفة في أبسط الأمور نعم أشياء بسيطة متكلفناش أموال لازم إعادة نظر جدية في الأفعال أعزائي المشاهدين كيما كنتوا تشوفوا معانا حصتكم راب نيوز واللي كان معاكم أنا نشكر حسن الاستماع خوتي نشكركم كاع إلى داك الحين غادي نديروا اجتماع نهضروا فيه على الموضوع اللي غادي نطرحوه في العدد الجاي باش نتوما تسمعوه خوتي راسلونا حنايا نشاوروكم على راب نيوز @gmail.com